وصلت المرأة في الإصلاح إلى مجلس الشورى، وكان للمرأة القوة الفعالة في الثورة الوطنية ومساندة الجيش من قبل الإصلاح، من دعم الجيش، من تبرعات ومن جهود ومن أعمال مناضلة، وكانت المرأة يدا بيدا مع الرجل في الإصلاح في الوصول إلى القمة والوصول إلى تحقيق مبادئ الثورة وأهداف الثورة. يعتبر الإصلاح أن دور المرأة دورا بارزا لا يقل شأنه عن شأن الرجل في مختلف بنائها في مختلف مراحل النضال، ولها عددا ولها النضال التاس ولها التمثيل الواسع، ليس عدديا فقط وإنما نوعيا في مختلف مجالات الحياة. فسلام على الإصلاح وعلى رجاله الأبطال ونساء الأحرار. أؤكد أن الإصلاح ثابت في مبادئه وقيمه ومواقفه الوطنية، وقد ضحى الإصلاح في هذا الطريق بالخيرة من شبابه وقيادته والكثير من الشهداء والجرحى والمعتقلين، وشارك حزب الإصلاح في بلورة العمل الوطني والسياسي مما يثبت جدارته، ونحن اليوم نحتفل وبكل فخر بهذا التأسيس وبهذا الحزب، وثابتون على مبدأ الإصلاح الثابت. 32 عام من التضحيات، من النضال، من الوقوف في صف الوطن والثورة والشرعية والجمهورية والوحدة، 32 عام من البناء المؤسسي والتنظيمي، من المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية، 32 عام من الشورى والديمقراطية، 32 عام من الإنجازات السياسية والاجتماعية والثقافية. ها نحن اليوم نحتفل بتأسيس حزب الإصلاح وذكرى 32 لتأسيس الإصلاح، وها هنا أنا اليوم من بنات مأرب قدرت أن أفعل نفسي وأشارك في هذا الذكرى العظيمة، وأهني نفسي وأهني جميع شعبي ومنتسبي الإصلاح بهذا المناسبة العظيمة. فقد أفاض حزب الإصلاح علينا بأن خلى المشاركات وناصرنا في جميع قضايانا. نهني حزب الإصلاح على مرور 32 عام على تأسيسه، ونهني أيضا المرأة الإصلاحية في هذا الحزب الذي قدم الكثير للوطن. وطبعا ما احتفالتنا اليوم أو احتفاليتهم اليوم إلا احتفالية كل اليمنيين، لأنهم يرون ما يقدمه حزب الإصلاح على أرض الواقع، ليس مجرد كلام أو خطابات ممكن أن نقولها، لكن الواقع هو من يحكي ما قدمه حزب الإصلاح.